فألف مبروك يا أم المؤمن. حبيبي مؤمن حبيبي. الله يبارك فيك يعني. جزء من نجاحاتي مؤمن ومصممي طبعا مؤمن وأستاذي وبعلمني كثير شغلات. يعني بداية الحمد لله رب العالمين وفضل لربنا قبل كل شيء، وإحنا يعني كنا مآمنين في رسالة التعليم ورسالة المعلم، بما أنه اليوم يوم المعلم الفلسطيني. أمي يعني هي كانت صديقة إلي قبل أن تكون أم، وهذا يعني من الأمور اللي كانت هي متميزة فيها وإحنا يعني نقتدي فيها بهاي الأشياء. وكرسالة معلم يعني أنا جربت موضوع يعني دموع أمك غالية يا مؤمن، هي يعني دموع فخر أنا متأكدة ودموع فرح فخورين فيها. يعني إحنا طوال سنين إحنا من طفولتنا لليوم آمين إنه أمي هي مثل أعلى وإنه هي تستطيع التحقيق، لأنها مرت في ظروف ما كانت سهل عليها، وهي ظروف صنعتها. يعني إحنا دائما بتحكينا إنه الزيتون لازم ينعصر عشان يصير في عنا زيت يعني يضيء. اسمها أبو زيتون صحيح. اسمها أبو زيتون. يعني هي تعرضت لكثير من التحديات ونجحت فيها. فإحنا داخليا كأبناء لها أو كحتى طلاب أو كأي شيء كانت هي يعني تعتبر إنه ما في إشي مستحيل، وإحنا كل إشي قادرين عليه، وكل هذه الأشياء النجاحات اللي حققتها يعني تتوج اليوم.